رجعنا لكم تاني وفقرتنا الأخيرة ختامها مسك مع الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف. والنهارده دكتور عصام يعني هيتكلم معانا في موضوع شيق من مواضيعه الشيقة الجديدة القديمة، يعني دايما يشرح لنا حاجات بيبقى ممكن تكون بتمر على أذهاننا وعلى آذاننا وعلى أعيننا مرور القرام، ولكن لا نستطيع أن نتفهمها بالشكل الصحيح أو نتعلمها. النهاردة هيكلمنا في موضوع أعتقد أنه شيق جدا ومحتاجين أن احنا يعني نركز كتير قوي قوي، وأنا أولكم هقعد أركز قوي، حديث القرآن. وبما أننا مستمرين في حملتنا علم القرآن، النهاردة هنتكلم عن حديث القرآن عن الجبال. هل الجبال أنواع في القرآن؟ حدثنا القرآن عن الجبال الساجدات والخاشعات والمسبحات، إيه الجبال دي وماذا تكلم عنها القرآن الكريم؟ برحب فضيلة الدكتور عصام الروبي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. إيه بقى حديث القرآن عن الجبال؟ نعم. وعايزين نتعلم يعني إحنا في حضرتك يعني ما بتكون في الفقرة بتاعتك بنحب إن إحنا يعني نتعلم بشكل صحيح ونتعلم ديننا ونتدبر كتاب الله. وطبعا يعني لأننا للأسف بنقرأ ولا نتدبر للأسف إلا من رحم ربي. يعني الحلقة دي لعلها دعوة إلى التدبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد النبي الكريم الأكرم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم صل وسلم وبارك. القرآن الكريم أخبرنا أن هنالك جبالا ساجدات، نعم، وأن هنالك جبالا خاشعات متصدعات، نعم، وأن هنالك جبالا مسبحات. الجبال آية من آيات الله، لا إله إلا الله، ودعانا ربنا سبحانه وتعالى إلى إعمال العقول فيها، حتى حينما ننظر الآن إلى الشاشة تأملي معي. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الجبال فيها جبال ساجدة، وأنا كإنسان مسلم كيف لا أسجد لله سبحانه وتعالى والكون كله من الذرة إلى المجرة من الفرش إلى العرش في تسبيح وتحميد وسجود لله سبحانه وتعالى. سبحان الله. جبال ساجدة، نعم. القرآن الكريم في سورة الحج يقول الله تعالى فيه بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. سبحان الله. إذن من الذي يسجد لله؟ ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال.